لا الورقه سليمه يا فندم، هتيجي فوق راسي لو الورقه سليمه. التفويض التفويض مظبوط، هو وجاي لكم بقاله اسبوع. المهم مفيش كام، لا 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 مفيش تفويضات، جت كمان اسبوع. هو فوق راسي، وريني التفويض على الموبايل اطبعه ازاي. شطر انت راجل بلدي طبعا. هل لما ده في قصد؟ طبعا في قصد. لما يبقى تعال نشوف. خلاص خش انت بعيد راسي، انا طلعت لك من الجمعيه نادي الزمالك، انت فوق راسي، وانت احمد مرتضى في نادي الزمالك فوق راسي من فوق قدام. حضرتك اون تايم سبورتس، يعني اكيد النهارده شايفينك في اجتماع الجمعيه العموميه، ولكن تم منعك من الدخول، للاسباب بالظبط؟ لا انا ما اعرفش الاسباب، لكن انا جيت عشان امارس حقي الطبيعي كعضو للجمعيه العموميه لاتحاد الكوره. يمكن انا من اول الانديه اللي انشات اتحاد الكوره نفسه، يعني لاول مره في التاريخ. اعتقد ان الشكل مش مظبوط، ايه الاسباب مش مفهومه، لكن انا جيت. ويمكن علاقتنا بالانديه كلها، ان شفتوا ازاي الانديه كلها سلمت علينا والمنظر مش عاجبهم، لكن في حاجه مش مظبوطه بتحصل، وبتمنى ان الساده المسؤولين يبحثوا المساله دي. انا كنت واقف مع استاذ عمرو الجناني وكان معاك تفويض على الموبايل، وريت الاستاذ عمرو الجناني، ولكن هناك شك في شيء ما، يعني ايه اللي تم التداول بينكم او ايه اللي تقلبه؟ التفويض مكتوب من اتحاد الكوره، مش وريته الاستاذ عمرو الجناني. هو اصلا التفويض عليه ختم اتحاد الكوره ومعتمد من اللجنه الاولمبيه، فما اعتقدش ان في حاجه مش مظبوطه. يعني هي ايه بالظبط انا مش قادر احددها. يعني هل تم ابلاغ حضرتك ممكن التفويض فيه شيء مشكوك فيه او حاجه زي كده، عشان كده تم رفضه وعدم قبوله؟ ده ختم مين؟ اتحاد الكره المصري. وده ختم مين؟ ممكن حضرتك توريه للكاميرا لو الكاميرا تجيبه؟ ده ختم اتحاد الكره المصري. دي امضت مدير عام مدير تنفيذي نادي الزمالك، وده ختم نادي الزمالك، وده توقيع رئيس نادي الزمالك. طب وايه اللي تم ابلاغك بيه؟ مش عارف ان هناك قشط، مش عارف هناك ايه. مش مشكله، المهم ان خلينا نتكلم في الموضوع. كنت اتمنى مشاركه نادي الزمالك، لانه نادي من اكبر الانديه في مصر ومن مؤسسي اتحاد الكره المصري. يعني انا اكيد مستاء من اللي حصل، لكن يعني بتمنى بقى التوفيق لزمايلي لغايه لما نشوف الوضع ده ايه. احنا في الاول وفي الاخر في دوله، والدوله دي ليها حكومه محترمه، وفي شكل قانوني لازم هيتاخد. لكن بتمنى يكون لعل يكون المنع خير، يعني من منع نادي الزمالك. المتبع ان هي بتيجي النادي الاستماره، بتتمضي من رئيس النادي، وبتتمضي من مدير عام النادي، وبيتم ختمها بشعار النادي، وبيتم ختمها بختم اتحاد الكوره، بتعتمد من اللجنه الاولمبيه. يعني ليها خطوات كده. كل ده تم يعني، فمش عارف ايه بالظبط. ايه الخطوات اللي هتاخدها؟ لا ما اعرفش، في مجلس اداره هنرجع له، في رئيس نادي اتكلم معاه، وفي وزير شباب ورياضه. يعني في منظومه كامله في مصر تقدر تجيب حق الزمالك لو في حاجه. انت النهارده كسبان، بكره تبقى خسران، بعده تبقى كسبان تاني، طبيعي. الزمالك لعب افضل، لكن اللي فاز هو النادي الاهلي، فلازم نقول له مبروك ولازم نهنيه. واذا كنت بتقول لا للتعصب، لا للتعصب دي افعال، لا للتعصب دي اخلاق وسلوك رياضي، فلازم الواحد يعملها. فمن ضمن الحاجات دي ان انت تقول للفائز دايما مبروك للنادي الاهلي البطوله، وفي الاخر هي ما خرجتش من مصر.